مرحبا بكم في تونس الصنفة، معكم فؤاد الفريني، واليوم باش نحدثكم على عاداتنا وتقاليدنا الغذائية. ليلة 27 ليلة القدر اللي هي ليلة ذيلة. الليلة ذيلة ذي عندها التقاليد نتاعها عند التوانسة، هي غالية علينا الكل، من شمال للجنوب ومن الغرب إلى الشرق. احنا في تونس كاملة المنيو نتاعنا ليلة 27 تقريبا كيف كيف. باش نبداو ساعة بالجاري بالطبيعة، الجاري اللي خاصة الحلال باش نلقاها موجودة في عدة أماكن، لكن ثم زادة ما نساوش التشيش وشربة الفريك والصدر والحسو والشربة، هذا الكل ينجم يكون موجود ليلة 27. ثم باش نمشيو للسلايد، في السلايد باش نلقاو سلطة خاصة جدا اللي هي سلطة مشوية، لكن في معناها اون فورم نتاع سلطة بلانكيت باش تكون في الخبز، خاصة ظلنا شوية خبز، دونك كيما تعرفوا ما نطيشوش ونعملوا بيه سلطة بلانكيت. من بعد في البريك فاش باش نلقاو؟ باش نلقاو خاصة طاجين ملسوقة، طاجين ملسوقة اللي هو صعيب برشا عملالو، خاصة إذا كان نضربوا الملسوقة وحدنا. هو تجين ملسوقة في الأصل هذاك هو راو أنا نثبت على خالتي وعلى والدتي الله يرحمهم كيفاش كانوا يضربوا الملسوقة نتاع تجين ملسوقة تاع ليلة 27، نبداو احنا الصغار دايرين بيهم، جو كان خرق العادة. إذا بعد هالتجين هذايا باش نلقاو؟ باش نلقاو المغرفة، المغرفة اللي عند التوانسة الكل ليلة 27 تقريبا باش يطيبوا مكتب، خاصة أنهم باش يخرجوا، باش يخرجوا كما تعرفوا معناها يخرجوا للضعف الحال، فهمت؟ إذن أنت وجهها باش تلقى الكسكسي، ممكن الكسكسي إذا طيبناه نص ما نعودوش ليلة 27، باش نعملوا وقتها نعملوا النواصر، نعملوا النواصر اللي هي موجودة خاصة في الشمال، وفي جهات أخرى باش يطيبوا المقرونة كما في بنزرت مثلا، باش تلقى مقرونة الأباري، مقرونة العربي، يطيبوا الفطير زادا الفطير، كما في جهات أخرى باش يطيبوا الملثوث، باش يطيبوا البرغل، وعدة اختصاصات معناها جهوية. من بعد باش تعداو للديسير، الديسير شنو باش نلقاو فيه؟ إتون دوني اللي احنا توا في بيريود نتاع نحضروا الحلو ولا نشريوا الحلو، دونك ماناش نعملوا حلو، باش نقدموا الكريم، الكريم والعصايد. الكريم كيما مثلا نعطيو العصايد عصيت الزقوقو، عصيت البوفريوة، نجمو نقدمو الدرع، نجمو نقدمو زادا البوزة، البلوزة، نجمو نقدمو الزريقة، هذوما الكل في تقاليدنا ليلة 27، والتوانسة بالحق صنيفة.